من ناحية أخرى، موظف المؤسسة العمومية اللي هو بالأساس مواطن تونسي يولي ساعات في وضعية غير مريحة وعنده علاقة صعيبة مع المواطن، وهذايا بسبب برشا عوامل نجم نذكر منها قلة التأطير وعدم الوعي بالمسؤولية إلى آخره. احنا نحب المؤسسات تتحسن وترجع تلعب الدور اللي تكونت من أجله باش تتحسن الوضعية وتتحسن العلاقة بين المواطن والمؤسسات. البرنامج نتاعنا طموح يجري منهجيا، هاكا علاش؟ باش نخدموا عن طريق مشاريع، على خاطر كل منظومة عندها خاصياتها وتعليم غير ممكن. أول مشروع قررنا باش نخدموا عليه هو المنظومة الأمنية، نظرا لانشغال الرأي العام بالاحتيالي وخاطر ولكون القضية عاجلة جدا ولا تتحمل الإهمال. ونحب نذكر في السياق هذا اللي كل التحاولات الديمقراطية الناجحة تعدت بإصلاحات المنظومة الأمنية. برنامجنا مقسم لثلاث مراحل أساسية. المرحلة الأولانية هي الدراسة. نعمل في دراسة ميدانية حول علاقة المواطن مع الأمن والقوانين الموجودة اليوم والمخاطرة لعمل الأمنيين. المرحلة الثانية هي التوعية. توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم تجاه عمل الأمن. وذلك إيمانا لنا كون وعي المواطن هو أفضل وسيلة لمكافحة الفساد. المرحلة الثالثة والأساسية هي شراكة مع الشرطة في إطار تعاون جميع الأطراف المعنية بمشروع إصلاح المنظومة الأمنية. في الدراسة كذلك عملنا إحصائيات حول علاقة المواطن برجل الأمن وعلاقة ما رجل الأمن. نشوفوا كونه مثلا 40% من التوانسة عندهم واحد يكون منهم قريب لهم يخدم في عون الأمن، معناتها توا راهو العون الأمن ما عادش كما يشوفوه في الكياس نفس وزير الأمن ومعناتها يحرك في السيركيلاسيون ولا معناتها يقوم العمل نتاعو. عون الأمن هو خونا أختنا ولد عمنا بنت عمنا، دونك هذا هو شكون عون الأمن. أربعة توانسة ثم تونسي ولا واحد يقرب له عنده بوليس. من الحاجة اللي تلفت انتباه في تونس كونه 81% من العباد اللي يدربوا البوليسية مش كاتش، وكل واحد عنده سبب نتاعو. ثم شكون يقول لك يا خويا يا اخي انا شكون باش نشكي، ثم شكون يقول نخاف، ثم شكون يقول مو حقي انا مش باش نخدم هكا ولا هكا، وثم شكون يقول يا اخي البوليسي ما يحمي البوليسي، انت مش كبير صاحب وما باش يحميه. يعني هذا ساهم في خلق مشكلة كبيرة بين علاقة المواطن بعون الأمن. أكثر نمرة معناتها جلبت انتباهي هو كونه ثم 22% من التوانسة ما عندهم حتى ثقة في البوليس اللي في الملاعب واللي زي ذلك. هذوما نحب معناتها نحن موجودين بالأرقام هذه مع السكة بتاعنا، ما لقينا قياديين في وزارة الداخلية كل شيء يشوفوهم ويستعملوا الأرقام هذيا باش يبدلوا برنامجهم وباش يبنيوا على دولة. وهنا نحكيوا على الحكومة مش الدولة. يعني هي خدمة وخيانة نتاع النقابة عصام شكري، راهو المواطن ماهوش فاهم ولا ماهوش يحب الأمن الجمهوري الانديفوندون، ما عنده حتى علاقة بالحكومة. برشا خدمة تاع توعية باش تصير للمواطن باش يفهموه راهو الأمن الجمهوري ما عنده حتى علاقة بالحكومة، يخدم خدمته منفصل على جميع التوجهات السياسية. ثم معناتها رقم أنا حسب رأيي كبير ياسر، ثم 6% من التوانسة يكرهوا البوليس. ثم من مشاعر أخرى كيما ثم 30% يحسوا بالأمن، اللي أنا حسب رأيي شوية. ثم الخوف، ثم بيتي يسخفوا عليهم، ثم الكره، ثم 17% معناتها يقدروا الأعمال البوليسية. جمعية لإصلاح المؤسسات وبديتوا بإصلاح المؤسسة الأمنية، علاش بالضبط اختيارها؟ سهلة ياسر، ما نجمو نحكيو على تنمية اقتصادية ولا اجتماعية ولا سياسية إلا ما يكون ثم أمن وأمان في البلاد، دونك هذه هي فونداسيون، هذا الساس نتاع كل شيء. مادام ما ثمش أمن في البلاد ما نجمو نحكيو على حد شيء آخر، بالعكس نخرب بالتولي، دونك يلزمنا نخدموا على المنظومة الأمنية باش نجمو نحكيو على مواضيع أخرى. مشكلة كبيرة ياسر اللي هي عميقة ياسر، اللي هي المجتمع التونسي. احنا معناتها البوليسية راه ما نجبناهمش
موغاديشو ما جبناهمش من معناتها كازاخستان، جبناهم من المجتمع التونسي. المجتمع التونسي مالوغوزمون يتربي على الضرب، البو يضرب، الام تضرب، الحومه يضرب، القيم يضرب، المعلم يضرب. كبرنا فك لونفيرونمون هذاك اللي ولينا نقبلوها ضرب، ودرنا ضرب حاجه عاديه والعنف حاجه عاديه. بيان ايفيدامون كي يجيبوا لي سي المجتمع هذاك باش يمارسوا الضرب وحاجه عاديه جدا. دونك ثم مشكله كبيره ياسر، عميقه ياسر في المجتمع نتاعنا، اللي هي نلقاو تعليات للضرب ونلقاو تعليات للعنف. اللي احنا كجمعيه قاعدين نخدموا عليها اليوم، نحبوا نفهم المجتمع كم وراه الضرب والعنف ممنوع في بوان على ليبي، ما ثماش لا الا ولا اما. هل ثم اليوم اراده سياسيه واضحه للاصلاح؟ سمعنا من الأحزاب الكل من قبل الانتخابات وبعد الانتخابات يحكون على إصلاح المنظومة الأمنية والأمن الجمهوري كل شيء. أنتم من المفروض تعاملتم مع وزارة الداخلية ومع نقابات الأمن مع المجتمع التونسي. اليوم هل فما إرادة سياسية واضحة سواء من الجانب المجتمع المدني أو من جانب النقابات ووزارة الداخلية لإصلاح المنظومة الأمنية؟ حتى احنا سمعنا كون وزارة الداخلية تحب تعمل إصلاح، كيف أنتم سمعتوا احنا سمعنا جرائد، سمعنا في المتلافز. سكي سيور كونو كي تلاحظ الأداء العام الأمنيين ما تلاحظش تقدم، إذا مش ما نقولش تلاحظ معناتها خطواتي للوراء. مالوغوزمون اليوم مديني دينا الوزارة الداخلية ومسكرين قدمنا الباب هذا اليوم. احنا مازلنا متفائلين، مازلنا نأمنوا كونهم باش يحلوا الباب قدامنا، باش يحكيوا معنا ويتحاوروا معنا ويقعدوا معنا على الطاولة، باش احنا كطرف من طرف المجتمع المدني نوريهم شنو البرنامج نتاعنا، نوريهم اقتراحاتنا وشنو هي رؤيتنا للبوليس جمهوري، ونخدموا مع بعضنا لتحقيق الهدف هذه الموحدة اللي التوانسة الكل يحبوا عليه. ونحب ويكون عندنا أمن جمهوري بعيد على كل التجاذبات السياسية ويحترم المواطن كما المواطن يحترم. ثم ثلاثة مراحل أساسية: دراسة كما شفتوا اليوم الإحصائيات، دونك دراسة الميدان شنو ثم بالضبط اليوم في علاقة عن الأمن المواطن، ودراسة القوانين الموجودة اليوم اللي تأثر عمل عن الأمن. المرحلة الثانية هي التوعية، ثم التوعية اتخافير الفيديو اتخافير الانترنت، التوعية في الميدان بيدو. والمرحلة الثالثة والأخيرة اللي هي شراكة مع الشرطة مع وزارة الداخلية وجميع الأطراف اللي يكونوا الأمن باش نخدموا بعضنا بمشروع إصلاح المنظومة الأمنية. ولأنه فما تعاون اليوم من وزارة الداخلية لا ثم حتى شيء من وزارة الداخلية اليوم. الوحيدين اللي قاعدين تعاونوا اليوم هما نقابة أعوان الأمن. لا كونتر مانيش قاب ضد. المواطن هو يوصل روحه، البوليس ما يضربش هكاك. اي صحيح فما ناس يلزمهم يتعنفوا، كيف ممكن فما كم الناس المغرومه اللي فيها روح اجراميه في السرقه؟ في عندنا برشا حاجات ما تستاهلوش تونس، ولذا يلزم البوليس يكون عنيف معاه. من حقه باش يضرب يا روح ولا حاجه، من حقه باش يضرب. وسارق السارق يا عقب القانون، اما ما يضربوش شدته السارق تهزه ما يضروش، اما يضربوا يتربى ما خير. سامحني انا يا ممكن يضربني بوليس خير ما يضربني واحد اخر. لا لا قاتل روح وسارق يضربوا عليه، قاتل روح اكيد شي خمجنا البلاد صوره البلاد يعطي علف بحاله برك. مثلا هو باش يشد ويقطع مثلا الحالات القصوى نجم يحكي معاه من الاول، كان ما فاتش السياسه تولي نتنقلوا للعنف. خاطر ماذا خاطر ما مش قابل العنف، كان بالعنف مورا وجين مثلا حل فيها من الضرب. روح عليه مورا وجين يحل فيها من مورا وجين، خاطر ما التو ما باينه حتى من قبل الثوره. مورا وجين فهمتني باش مورا وجين يهزوه مثلا يهزوه للقرجاني فهمتني يضربوه فهمتني وكل ما شيء باش يقر على شكون شكون بها وشكون كذا. عشان يستحق الاعتزاز بالصورة الأمني ولا العلاقة بين الأمن، بالعكس احنا نحبوا صلح روحنا وقاعدين نصلحوا كل يوم ترتيب،
والسلاح يطلب شوية وقت، ولكن العلاقة طيبة جدا بين المواطن التونسي والأمني. صحيح الأمني اليوم هو أكثر إنسان قاعد يتعرض للانتقادات ويتعرض للعنف ويتعرض لردود فعل خايبة برشا، لأنه مازال يمارس في مهام ووظائفه بصفة عادية. نشوف في تعاون نقابات الأمن مع المجتمع المدني لإصلاح المنظومة الأمنية، لكن هل أنه فما تعاون من وزارة الداخلية مع النقابات لإصلاح المنظومة الأمنية ولا لا؟ مؤخرا تم فتح أبواب التواصل بين النقابات الأمنية وبين وزارة الشرف، وإن شاء الله البادرة هذيا احنا تكون بادرة معناها يحاول اللي باش تزن الايجابي واللي مصلحة التونس الكل. لانه اليوم تشوفوا فما ارادة سياسية واضحة لاصلاح المنظومة الامنية ولا لا؟ احنا اللي يهم كونه عبرنا على ارادتنا لاصلاح المنظومة الامنية، وهذا الشيء الهم بالنسبة لنا احنا الجانب اللي يهمنا كنقابيين وكامنيين. بالنسبة للارادة السياسية لابد من الاعلان عليها ونكتب نسترد الامن الجمهوري وفق الدستور التونسي. واليوم انا نصور في كونه ست اشراف اللي كون اليوم ابدت رغبتها في التواصل مع النقابات وفتحت التواصل، يظهر لي السياسية قاعدة تجسم بخطة ثابتة، وإن شاء الله هذا يصير، لأنه في تجسيد إرادة السياسية لإصلاح المنظومة الأمنية يمكن تجسيدها الأمنية وتصلاح على أرض الواقع 100%. إن شاء الله. أنتم تواصلتوا الإشراف بالعملية معناها بعثتوا لها وحاولتوا أنكم تتعاملوا معها، لكن ما لقيتوش الرد معناها الإيجابي. شنو هي الخطوة الجاية باش توصلوا مشروعكم أنتم مشروع إصلاح المنظومة الأمنية؟ نعم بطريقة علمية، معناتها يلزمنا يكون عندنا أكسين لعوامل الأمن باش نختارهم باش تكون معناتها لي شونتيون ريبريزونتيف لعوامل الأمن. طلبنا عملنا مطار، طلبنا منهم لي جابونا لا بي ولا معناتها سكيورتي، وقعدنا حالنا قاعدة نستناو برضه لي شونتيون هيك. علاش توا كان صلاح وراه كيسوني ولاني عملنا في جوية، قعدنا بريسك شهرين ونحاول مع وزارة الداخلية باش ناخذوا من عندهم ترخيص ورخصة باش نسألوا التعاون. لما مقولة شهيرة بتاع كاندي كاندي يقول راهم اللول يحكروك ومن بعد يحاربوك ومن بعد تربح. احنا اليوم نبدأ في الفازة بتاع الحقر مع ديورينا، نحن شديدة ثنية صحيحة لكن نحن في نربو في الاخر. يدينا مزيد من دولة وزارة الداخلية حبوا نخدم معاهم وكاتوم الماء أما بوقت فانتيزا تم على مفهومين على الأمن سيكون في وزاره والله العلاقه اليوم ما نسلوش معناها باش نكذب على روحنا نقولوا العلاقه هي تصلحت، بالعكس العلاقه فيها معناها نوع من الاهتزاز، نوع من قله الثقه، وهذا طبيعي جدا خاصه وانه لم يقع معناها الارتقاء بالمؤسسه الامنيه الى مرحله انه يكون امن، الامن يكون امن جمهوري، امن موجه لخدمه المواطن والوطن، وهذا ما ينجم يكون كان بتحييد العمل الامني على العمل السياسي. واحنا نطالبوا من هذا انه يتم الفصل ما بين العمل الامني والعمل السياسي والتاكيد ببند في الدستور التونسي الجديد. كذلك معناها فما نوع من قلة الثقة اللي كنا ظننا متواجدة، خاصة في ظل السعي عديد الأطراف السياسية إلى إقحام الأمنيين في ظل التجاذبات من جديد. لكن أقول لهم أنه اليوم لا يمكن امتطاء ظهر رجل الأمن للوصول إلى المآرب السياسية الضيقة. الشعب التونسي يعرف أنه الأمن اليوم معناها ضرورة ملحة، وأنا أقول له أن الأمن مسؤولية مشتركة، مسؤولية وعي كل طرف بحقوقه وواجباته. انتم تعرفوا انه العلاقه هذه اتسمت بالجهود والركود طيلة سنة كاملة، قدمنا خلالها كنقابيين عديد النقابيين الى المحاكمات وانا من بينهم، قدمنا كذلك معناها ناس، فما ناس وقع عزلها كما كتب عام نقابة وحدة التدخل بقفص الاخ علي سلطان، كما وليد زروه كتب عام السجون اللي تم كذلك عزله وتم ايقافه في السجن والافراج عليه في المدة الاخرى، كذلك العديد من النقابيين اللي بمجرد أن الناس تضع أصبح على الداء أو تقول نعم لفتح ملفات الفساد أو نعم لإقصاء رموز النظام السابق لقيادات أمنية مع احترام للكثيرين منها الشرفاء، إلا وتقع مؤاخذتهم وتلفيق التهم لهم لحالتهم على مجالس الشرف وغيره. لكن في المدة الأخيرة كما قلت بعد عام من هذه التضحيات تم استدعائنا كأطراف نقابية للجلوس على طاولة الحوار مع السيد وزير الداخلية وسلطة الإشراف،
معناه تم تشكيل لجان للتفاوض وتقديم مشاريع في الغرض للنهوض بواقع المؤسسة الأمنية. ووقتها نجم نحكيه على الانطلاقة الحقيقية لتكريس الأمن الجمهوري اللي كما قلت لليوم رانا مازلنا ما وصلناهوش. راو أي إنسان يحكي ويقول اليوم أمن جمهوري راه هذا مش موجود، لأنه الأمن الجمهوري بنجم يتكرس كامل بتحييد المؤسسة الأمنية على العمل السياسي في الدستور. نعاود نذكر أنه ديما كما قلنا النهوض بواقع المؤسسة الأمنية وإصلاحها يجب أن يمر بفصل عمل أمني على العمل السياسي، وهذا رهين توفر الإرادة السياسية. ومن هذا المنبع فما إرادة سياسية ولا لا؟ والله إحنا نطالبوا المجلس الوطني التأسيسي والحكومة ورئاسة الجمهورية بضرورة الانعكاف على تأكيد هذه الاستقلالية، لأنه اليوم المصلحة الوطنية تقتضي أن الأمن يكون موجه للوطن والمواطن لا غير، وما الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية والجمعيات إلا جزء من هذا الوطن. ما نحبوش أمن يخدم جهة دون أخرى أو أمن في يد جهة على أخرى. كما زاد نطالبوا بمراجعة طريقة انتداب أعوان الأمن وطريقة تكوينهم اللي يلزم يكون فيه تشريك لعلماء النفس وعلماء الاجتماع وإخصائي القانون. www.reform.n تقام تفصيل على المشاريع اللي نخدموا فيها وبرنامجنا اللي باش يصير.